السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر طاعة وذكرى. الله أكبر تقربا وشكرا. الله أكبر عزة وفخرا. الله أكبر قوة ونصرا. نحمدك يا رب بان جمعت القلوب على طاعتك ووسعت كل شيء بعلمك ورحمتك الله اكبر ما كبر المسلمون ولبوا الله اكبر ما توجهوا الى بيت الله العتيق الذي ما طاف به طائف إلا كان معتوقا من النار. فلك الحمد يا ربنا على ما أنعمت به علينا وأوليت. فلك الشكر يا ربنا سبحانك سبحانك تخلق ما تشاء وتختار. سبحانك أنت الواحد القهار. سبحانك سبحانك آناء الليل وأطراف النهار. نحمدك حمد الشاكرين ونشكرك شكر العارفين ونشهد ان لا اله الا انت شهاده الصادقين ونشهد ان سيدنا محمدا عبدك ورسولك الامين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا يوم الحج الاكبر يوم عيد في الارض والسماء يوم عظيم مبارك هو اعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى كما اخبر بذلك رسولنا الكريم ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الذي يقر فيه الحجيج بمنى فالله سبحانه وتعالى شرع لنا الأعياد لنستعيد الأمجاد ولنفرح برحمة الله سبحانه وتعالى وبنعمة الله سبحانه وتعالى إذا في عجالة متى بدأت الأعياد ولماذا شرعت الأعياد بدأت الأعياد منذ اللحظه الاولى من خلق سيدنا ادم فانه خلق يوم الجمعه ودخل الجنه يوم الجمعه واهبط الى الارض يوم الجمعه فكان هذا اليوم عيد عيد في الارض وعيد في السماء ضلت الامم واختلفت فيه وهدى الله سبحانه وتعالى امه الاسلام فوفقها الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعه فهذا يوم عيد اتخذه الله سبحانه وتعالى لخلق ادم ومنذ اللحظه الاولى وضع القواعد التي يستقر بها الانسان على وجه الارض وتتحقق بها الخلافه قلنا اهبطوا منها جميعا. إعلان وهذا رد على من يزعم أن الله سبحانه وتعالى أغلق الباب أمام إبليس ولكنه قال جل شأنه: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفى الخوف يعني الامن ونفى الحزن يعني السعاده اذا نفى الخوف كانه يقول لنا عيشوا في امن وامان اذا نفى الحزن كانه يقول لنا ويريد منا ان نعيش في سعاده وفي حبور وفي بشر وسرور فالامن والسعاده هما الوسيله لتحقيق الخلافه على الارض فالخوف يعوق العماره والحزن يعوق العباده فلا تتحقق العماره على القره الارضيه الا بعماره الاكوان وعباده الرحمن ولذا من هنا الله سبحانه وتعالى علمنا ان نطمئن من حولنا ان ندخل الفرح والسرور على من حولنا الا نياس احدا من رحمه الله لان ابليس هدفه الاول ان يخيفنا وان يقنطنا من رحمه الله ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما رب العالمين يريد منا ان نعيش في امان يريد ان يطمئننا وهناك نماذج كثيره في القران تدعونا الى ان نطمئن من حولنا ونقول وبالله التوفيق اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوبوا الى الله واستغفروه يغفر لكم الله اكبر 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 الله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله اكبر وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده الله سبحانه وتعالى سن لنا ان نطمئن من حولنا وان نجعل من حولنا في امن وامان ففي موقف من المواقف في القران السيده مريم الصديقه كانت في اشد الازمات فماذا فعل الله سبحانه وتعالى معها؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أعيادنا وأن يديم أفراحنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وشعبنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعدا، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، واكلأنا بكلئك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ان تجعل مصر في امنك وضمانك وحفظك يا اكرم الاكرمين اللهم انشر بنا السلام وانشر بنا الخير وانشر بنا السعاده وانشر بنا البركه وانشر بنا الامن والامان واجعلنا بفضلك من اهل الاحسان وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا الكريم وعلى اله وصحبه الطيبين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته